السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو نقدم لكم تصحيح الامتحان الإقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية مادة الرياضيات دورة يوليوز 2022. على بركة الله غادي نبداو تصحيح هذا الامتحان. في المجمل كان هذا الامتحان كان سهل، المشكل الوحيد كان شوية طويل، ومع ذلك بعض التلاميذ حصلوا على نقاط جد ممتازة وجد مشرفة. الامتحان كان على 40 نقطة وكان ينقسم إلى 3 مجالات. نبداو بالمجال الأول اللي هو الأعداد والحساب اللي كان 17 نقطة. نبداو بعملية الجمع 956.47 ناقص 682. لا ننسى أن نضع الفاصلة تحت الفاصلة والجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح والجزء العشاري تحت الجزء العشاري. 7 ناقص 0.7، 4 ناقص 0.4 نضع الفاصلة، 6 ناقص 2.4، 5 ناقص 8 لا يمكن أستلف وأرد السلف، 15 ناقص 8.7، 9 ناقص 7.2، نحصل على 274.47. نضيف 41.03، 7 زائد 13 صفر، نضع صفر ونحتفظ بواحد، 4 زائد 1 5 لا ننسى الفاصلة، 4 زائد 1 5، 7 زائد 4 15، 2 زائد 1 3 ونحصل على 315.50. بل عملية الضرب 56.78 ضرب 349. 9 في 8 72، أكتب 2 وأحتفظ ب7. 9 في 7 63 زائد 7 70، أكتب 0 وأحتفظ ب7. 9 في 6 54 زائد 7 61. 9 في 5 45 زائد 6 51. أضع نقطة أو صفر تحت 2. 4 في 8 32، أكتب 2 وأحتفظ ب3. 4 في 7 28 زائد 3 31. 4 في 6 24 زائد 3 27، أكتب 7 وأحتفظ ب2. 4 في 5 20 و2 22. أضع النقطة تحت النقطة ونقطة أخرى تحت 2. 3 في 8 24، أكتب 4 وأحتفظ ب2. 3 في 7 21 و2 23، أكتب 3 وأحتفظ ب2. 3 في 6 18 و2 20، أكتب 0 وأحتفظ ب2. 3 في 5 15 و2 17، أكتب 17 وأقوم بعملية الجمع. 2 زائد 0 زائد 0 2، 0 زائد 2 2، 4 زائد 1 زائد 1 6، 7 زائد 1 زائد 3 11، أكتب 1 وأحتفظ ب1، 5 زائد 2 زائد 1 8، 7 زائد 2 9، و1. ولوضع الفاصلة نحسب كم لدينا من عدد وراء الفاصلة في الجدائين. لدينا رقمان، إذن نضع الفاصلة بعد 2 فنحصل على 19816.22. والآن نمر إلى القسمة 827.5 مقسومة على 25. نأخذ رقمان 82 مقسومة على 25 يساوي 3. 3 في 25 يساوي 75. نطرح 75 من 82 فنحصل على 7. ننزل 7. 77 قسمة 25 نجد 3.
3 × 25 75، أطرح 75 من 77 فنحصل على 2، ننزل 5 ولا ننسى وضع الفاصلة. 25 مقسوم على 25 يساوي 1، إذن الباقي 0. وبالتالي 827.5 مقسوم على 25 يساوي 33.1. وهكذا نكون حصلنا على 6 نقاط بكل سهولة. الآن مر للسؤال الثاني ويتعلق بالعملية على الأعداد الستينية. لا ننسى أن نضع الساعات تحت الساعات والدقائق تحت الدقائق والثواني تحت الثواني. 17 ساعة و32 دقيقة و24 ثانية زائد 8 ساعات و25 دقيقة و50 ثانية. نبدأ من اليمين إلى اليسار، أي من الثواني إلى الساعات. 24 ثانية زائد 50 ثانية 74 ثانية. 32 زائد 25 دقيقة 57 دقيقة. 17 ساعة زائد 8 ساعات 25 ساعة. تعلمون أن الثواني لا تتعدى 60 ثانية، لذلك نطرح 74 ثانية من 60 ثانية فنتحصل على 14 ثانية، و 60 ثانية نضيفها إلى الدقائق لتصبح 58 دقيقة. ولدينا 25 ساعة، يجب نطرح 25 ساعة من 24 ساعة فتتبقى لنا ساعة، أن 24 ساعة هي يوم فنكتب ساعة ويوم. ونمر للعملية الثانية، عملية الطرح. 12 ساعة و45 دقيقة ناقص 5 ساعات و53 دقيقة و14 ثانية نضيف الأصفار. 0 ثانية ناقص 14 لا يمكن، لذلك نستلف من الدقائق، نستلف دقيقة لتصبح 44 دقيقة. نضيف 60 ثانية إلى الثواني، 60 ناقص 14 يساوي 46 ثانية. 44 دقيقة ناقص 53 دقائق لا يمكن، نستلف من الساعات، نستلف ساعة تصبح 11 ساعة. نضيف 60 دقيقة للدقائق فنحصل على 104 دقائق. 104 ناقص 53 يساوي 51 دقيقة. 11 ناقص 5 ساعات يساوي 6 ساعات. ونمر إلى التمرين الثالث، العملية على الأعداد الكسرية. 5 × 6 × 3 × 4 زائد 7 × 12 ناقص 1 × 3. دائما نبتدئ بالأعداد الموجودة داخل القوسين. 5 × 6 × 3 × 4 يساوي، نضرب البسط في البسط والمقام في المقام. 5 × 3 = 15. 6 × 4 = 24. بالنسبة للقوس الثاني، 7 × 12 ناقص 1 × 3. نقوم بتوحيد المقام، بما أن الكسر الثاني هو مضاعف للكسر الأول نحتفظ بسبعة على 12. 1 × 3 تصبح 4 × 12 لأننا ضربنا 3 × 4 فنحصل على 7 ناقص 4 يساوي 3 × 12. بعد ذلك نقوم بجمع الكسرين، 15 × 24 زائد 3 × 12 نفس الطريقة، نحتفظ بالكسر الأول 15 × 24. بما أن 24 هو مضاعف لـ 12 نضرب 12 × 2 = 24 و3 × 2 = 6 فنحصل على 15 + 6 = 21 على 24. إذ أننا نختزل الكسر وخما مطلوبش منا في السؤال. 21 على 24 يقبلان القسمة على 3. 3 × 7 = 21 و3 × 8 = 24 نختزل بـ3 ويتبقى لنا 7 × 8 = 8.
ونمر للسؤال الرابع. اكتب الأعداد التالية على شكل قوائم 2 و3. 49 ضرب 27. 7 في 7 49، إذن 7 أس 2، و3 في 3 في 3 27، إذن 3 أس 3. بالنسبة للسؤال الخامس، أرتب الأعداد التالية ترتيبا تناقصيا باستعمال الرمز المناسب، بمعنى من الأكبر إلى الأصغر. قبل ذلك نقوم بقسمة 25 على 8. 25 مقسوم على 8، 3 في 8 24، نطرح 24 من 25، يتبقى لنا 1، ننزل الصفر ونضع الفاصلة. 10 مقسوم على 8 1، 1 في 8 8، 10 ناقص 8 2، ننزل الصفر. 20 مقسوم على 8 2 في 8 16، 16 نطرحها بين 20، يتبقى لنا 4، ننزل الصفر. 40 مقسوم على 8 يساوي 5، 5 في 8 40، إذن فنحصل على 3.25. إذن 75.15 أكبر من 25، أكبر من 15.75 أكبر من 3.125، أي 25 على 8. بالنسبة للتمرين 6، هو عبارة عن مسألة. وضع شخص مبلغا ماليا رأس مال في مؤسسة بنكية بسعر 0.5%، وبعد مضي سنة وثلاثة أشهر حصل على فائدة قدرها 986.25 درهما، واحسب الفائدة السنوية بالدرهم. نعمل الطريقة الثلاثية. 986.25 درهم في 15 شهرا، كم ستكون الفائدة في 12 شهرا؟ نقوم بعملية العملية التالية. 986.25 ضرب 12 مقسومة على 15، فنحصل على 789 درهما. بالنسبة للسؤال الثاني، ما هو المبلغ الذي تم وضعه في البنك؟ بمعنى أننا نبحث عن الرأس مال. نطبق القاعدة أو العلاقة التالية. الرأس مال يساوي الفائدة ضرب 100 مقسومة على السعر. إذن 789 ضرب 100 مقسومة على 2.5 يساوي 78900 مقسومة على 2.5 يساوي 31560، ولا ننسى أن نكتب الدرهم. أغلب هذه الأسئلة طرقنا لها سابقا، وغتلقاو الفيديوهات في البلاي ليست. والآن نمر إلى المجال الرئيسي الثاني وهو الهندسة. السؤال السابع، ألف أنشئ الزاوية أس قياسها 120 درجة. بداية نقوم بإنشاء الضلع أ، وعن طريق المنقالة نرسم الضلع الآخر، وذلك برسم زاوية قياسها 120 درجة. ولرسم منصف الزاوية نستعمل البركال على الشكل التالي. ولمن لديه بعض الصعوبات في رسم منصف الزاوية فما عليه إلا تتبع الخطوات الموجودة في الفيديو المدرج أسفله. نمر إلى السؤال الثامن. ABC مثلث متساوي الساقين بحيث قياس الزاوية A تساوي 80 درجة، واحسب قياس الزاويتين B و C. بما أن المثلث ABC متساوي الساقين فإن الزاوية B و C متقايستين، ونعلم أن مجموع قياسات زوايا مثلث تساوي 180 درجة. إذن A زائد B زائد C تساوي 180 درجة.
بي تساوي سي، فإن بي يساوي 180 درجة ناقص 80 درجة مقسومة على 2 يساوي 100 على 2 يساوي 50 درجة. وبالتالي قياس كل من الزاوية بي و سي هو 50 درجة. وبالنسبة للسؤال الأخير في الهندسة، أنشئ شبه منحرف أ بي سي دي قائم الزاوية في أ و دي والزاوية بي قياسها 120 درجة. وبالتالي شبه منحرف سوف يكون على الشكل التالي. وبالنسبة للسؤال الموالي، أنشئ مماثل الشكل بالنسبة للمستقيم دي. تمرين سهل وسؤال سهل، ما علينا هو إنشاء مماثلات النقط بالنسبة للمستقيم الدي. نفس الشيء بالنسبة للسؤال 11، ارسم تكبيرا لشكل أ بمقدار 3 مرات، بمعنى يجب علينا أن نضرب قياس الأضلاع المثلث في 3. هذا التمرين لدينا قياسات مختلفة ويجب علينا التحويل إلى الوحدة المطلوبة، لذلك يجب الاستعانة بجداول التحويل ووضع وحدات العدد في الوحدة المناسبة. بالنسبة للتحويل الأول فيتعلق بقياس الأطوال، لذلك يجب عليكم أن تكونوا حافظين جدول قياسات كل من الأطوال والكتل والمساحات والحجم والسعات. لدينا 8.5 هكتومتر، 41 ديكامتر، و 7.5 ديسيمتر. أولا نضع وحدات العدد في الوحدة المناسبة، 8 في الهكتومتر، ونكتب باقي العدد. نفس الشيء بالنسبة ل 41 ديكامتر، 1 في خانة الديكامتر و 7 في خانة الديسيمتر، ونقوم بتحويل الكل إلى المتر. نضع الفاصلة في خانة المتر فنحصل على 1260.75. بالنسبة للتحويل الثاني لدينا عملية الجمع، 3.5 زائد 225 هكتوغرام، نحول الكل إلى القنطار. في هذه الحالة سوف نستعين بجدول تحويلات الكتل. يتكون بدوره من أجزاء الجرام، ميليغرام، سنتيغرام، ديسيغرام، ومضاعفات الجرام، ديكاغرام، والهكتوغرام، والكيلوغرام، والنقطة، والقنطار، والطن.
نقوم بوضع وحدات العدد 3 في خانة الطن ونكتب بقية العدد ونضيف إليه 225 هكتوغرام، وحدات العدد 5 في خانة الهكتوغرام، ونقوم بعملية الجمع فنحصل على 35225. نضع الفاصلة في القطار ليصبح العدد 35225. وبالنسبة للتحويل الثالث فنستعين بجدول تحويلات المساحات، ولا ننسى إضافة السنتيار والآر والهكتار الوحدات الزراعية. نفس الشيء نقوم برسم جدول التحويلات نضيف الوحدات الزراعية، الهكتار في وحدة الهكتومتر مربع، الآر في وحدات الديكامتر مربع، والسنتيار في وحدات المتر مربع. ثم نقوم بوضع كل عدد في المكان المناسب له في الجدول. 7.05 هكتار، 31 ديكامتر مربع، وخمس سنتيار. نقوم بوضع 7 في خانة الهكتار ونكمل العدد. نفس الشيء بالنسبة ل 31 ديكامتر مربع، نضع 1 وحدات العدد هي 1 في خانة الديكامتر مربع ونكمل العدد. ونفس الشيء بالنسبة ل 5 سنتيار، نضع 5 في خانة السنتي R. نكمل الفراغات بالصفر ونقوم بجمع العددين فنحصل على 73605. ولا ننسى وضع الوحدة التي هي المتر مربع. بالنسبة للتحويل الأخير سوف نستعين بجدول تحويلات الحجوم والسعات. بداية نقوم برسم جدول تحويلات الحجوم ونقوم بتقسيم كل خانة إلى 3 أجزاء. وبعد ذلك نضيف وحدات سعة إلى ذلك الجدول بحيث نضع 1 لتر في وحدات ديسيمتر مكعب. بنفس الطريقة نقوم بوضع العدد في جدول التحويلات ونحول الكل إلى الديكاليتر ونحصل في الأخير على 805.225 ديكاليتر. سوف تجدون الأجوبة، كل الأجوبة في صندوق الوصف على شكل PDF. وأي واحد لقى صعوبات أو شي حاجة ما فهمش مزيان ممكن أنه يخلينا كومنتير
أو يتواصل معنا في صفحتنا على الفيسبوك. وكل شيء بالمجان، اللي كنطلبوا منكم هو أنكم ما تبخلوش علينا بالدعوات ديالكم. والآن نمر للتمرين رقم 13، احسب مساحة الجزء المخدش. كما كتلاحظوا أن الشكل عبارة عن، ممكن أن نقسمه إلى شكلين، مستطيل ومعين. المستطيل ABCD والمعين EFGH. نبدأ بحسابة مساحة المستطيل. كما كتعرفوا أن مساحة المستطيل هي طول في العرض AB فوا BC 12 متر ضرب 5 يساوي 60 متر مربع. مساحة مربع ليس مكعب، هذا خطأ. بالنسبة لمساحة المعين EFGH، مساحة المعين جداء القطرين مقسوم على 2، أو نصف جداء القطرين، أو القطر الأكبر في القطر الأصغر مقسوم على 2. اختاروا لا فورمي اللي بغيتو توما. إذن تساوي AB في BC مقسومة على 2 تساوي 30 متر مربع. حساب مساحة الجزء المخدش، نطرح مساحة المعين من مساحة المستطيل، فنحصل على 60 متر مربع ناقص 30 متر مربع تساوي 30 متر مربع. وننتقل للسؤال 14، وهو عبارة عن مسألة: مسبح على شكل متوازي مستطيلات طوله 12 متر وعرضه يساوي ثلث طوله وارتفاع يساوي نصف عرضه، واحسب بالليتر كمية الماء اللازمة لملء ثلثي المسبح. بداية نقوم بحسابة حجم المسبح. V يساوي الطول في العرض في الارتفاع. لدينا الطول هو 12 متر. بالنسبة للعرض قلنا على أن عرضه يساوي الثلث، إذن نضرب 12 في 1 على 3 تساوي 4، ثم نضرب في الارتفاع الذي هو نصف الطول، نصف 4 هو 2، نضرب في 2 فنحصل على 96 ولا ننسى الوحدة المتر مكعب. والمطلوب هو حساب بالليتر كمية الماء اللازمة لملء ثلثي المسبح. لذلك سوف نقوم بتحويل المتر مكعب إلى الليتر. 96 متر مكعب تساوي 96000 لتر، ونضرب 96000 في 2 على 3 فنحصل على 64000 لتر. وننتقل إلى المجال الرئيسي الرابع، تنظيم ومعالجة البيانات، وهو عبارة عن مسألة: يمثل المخطط أسفله نوع الرياضة المفضلة لدى عينة مكونة من 20 تلميذة وتلميذ بالقسم السادس. سؤال أول، سؤال بسيط وسهل: ما اسم هذا المخطط؟ فهو مخطط بالأعمدة. بالنسبة للسؤال ب، املأ جدول انطلاقة بالمعطيات الواردة في المخطط عليه. انطلاقة من المعطيات، غادي نملء الجدول. عندنا الرياضات المفضلة وعدد التلاميذ. بالنسبة للجري نجد 5 تلاميذ يفضلون رياضة الجري. بالنسبة للسباحة 3 تلاميذ، 9 تلاميذ يفضلون كرة القدم، تلميذ واحد يفضل كرة اليد، وتلميذان يفضلان كرة السلة. بالنسبة للسؤال الأخير، ما هي الرياضة المفضلة لدى الأغلبية من التلاميذ؟ انطلاقا من المبيان نلاحظ أن التلاميذ يفضلون رياضة كرة القدم. كما لاحظت أن الامتحان كان سهل جدا. الصعوبة الوحيدة اللي كانت كما ذكرنا سابقا هي أنه كان شوية طويل وكان كيتطلب بعض التركيز، ولكن الحمد لله التلاميذ حصلوا على نتائج جيدة.
أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذا التصحيح، وإن شاء الله انتظرونا